لحضرتك ان موسيماني اعتقد من وجهه نظري هو عنده تقريبا 80 90% من التشكيل اللي هيبدا بيه مباراه الوداد. هل على الجانب الاخر المدير الفني للوداد استقر خلاص على التشكيله الاساسيه؟ بص، هو جاويندي كان عنده مشكله ان هو بيلعب مباريات بشكل متتالي، وكان المشكله بالنسبه للرجاء والوداد على وجه التحديد بعد العوده من كورونا ان هم كان عندهم كانوا لاعبين 15 مباراه في الدوري، كان حتى الرجاء متاخر بماتشين، يعني كان لعب 13 مباراه بس. فالرجاء اول ما خلص فتره توقف كورونا راح لعب على وجه، انا فاكر حتى تواريخ لعب يوم 28/7 ولعب يوم 31 ولعب يوم 3/8 و5/8 و8/8 و11/8، يعني لعب خمس مباريات بين كل مباراه ومباراه 3 ايام. اضطر ان فريق الرجاء ونفس الكلام الوداد، بس الفريق الوداد كان لعب عدد مباريات اكتر، كان باكتر بمباراتين من الرجاء، فبالتالي هو كان مؤجلاته اقل شويه. لكن من اول ما ابتدى الوداد يلعب في الدوري ومن اول ما مسك جاموندي تقريبا ما فيش مباراتين متتاليتين لعبهم في الدوري في الفتره ديت بنفس التشكيل، يعني على عكس مثلا الاهلي فيه مباريات كتيره كان ما بين لاعب او لاعبين بيتغيروا، ثلاث لعيبه بالكتير اربعه، يعني يوم ما يكون غير كتير. يعني الوداد غير كتير جدا. انا من وجهه نظري ان طبقا للمتاح موسيماني مش هيخرج تشكيله عن الشناوي في حراسه المرمى، هيرجع محمد هاني هيلعب باك يمين وهيلعب. طب استنى بقى عشان اكتب معاك التشكيل عشان يعني طبعا الشناوي اكيد، وطبعا الشناوي ومحمد ده هاني هاني معلوم. هاني باك يمين وتكلم سرد باكين والسرد باكين ايمن هاني اول ولا فتحي؟ لا ما هاني عشان ليه؟ عشان احمد فتحي هيعوزوا يلعبوا في حاله ظروف، اي ظروف، لو الاثنين قلبي الدفاع، واحنا عارفين ايمن اشرف راجع من اصابه وياسر ابراهيم برده مش كومبليتلي فيت، يعني فهيبقى بيك اب يعني موجود، يبقى بالظبط يبقى موجود احمد فتحي في الحته دي او في نص الملعب حسب اللي احتاج ليه. اما حته اللي بتتقال ان ممكن هو يلعب بثلاثه ورا منهم احمد فتحي، يعني يلعب دي مستحيل، لان ما ينفعش تغير خالص صعب في شكل الملعب، وخاصه ثلاثه ورا بتبقى ليها تكتيك خالص. انت لو بتلعب 4-2-3-1 وتيجي تلعب 4-3 او 3-4-3 يعني بتبقى الخط لا، لكن دي تغيير جذري ما اعتقدش. يعني تتكلم محمد هاني باك يمين، تتكلم على ياسر ابراهيم، ياسر ابراهيم وايمن اشرف، ايمن اشرف ومعلول، معلول هيلعب اليو ديانج وهيلعب السولية، انما حمدي فتحي هيبقى موجود برضو ان هو يسد نفس دور فتحي، يعني نفس دور بالظبط. هيبقى حسين الشحات هيلعب في الطرف اليمين تحت راس الحربة، واجاي هيلعب في الطرف الشمال، وبينهم مجدي قفشه، وفي قدام اليو بادج. ده كده مش مروان، لا مش مروان، اليو بادج هيلعب بره، وممكن مروان تستعين بيه في ماتش اللي هو العوده، لان برضو انت محتاج كل اللعيبه الاقوياء بدنيا. يعني انا مثلا ممكن اتخيل انه ممكن يلعب حمدي فتحي والسوليه في ماتش العوده، باعتبار ان الاثنين عندهم حته الزياده. طب يشارك استاذ محمود معانا.